وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي. أستاذ كمال تحياتي لحضرتك، ونبدأ مع بعض بفكرة أن يوميا تقريبا هناك شائعة بيتم انتشارها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وبيكون ليس لها أي علاقة بالواقع، وبتكون بتمس دايما موضوع حياتي بشكل كبير. كيف ترى أهمية مواجهة هذه الشائعات والمستهدف منها في الأساس؟ أولا تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. الحقيقة فعلا موضوع الشائعات أصبح حاليا من أهم المشكلات اللي بتواجه المجتمعات، ويعني أصبحت حاليا الشائعات عمل منظم من جهات منظمة، ولم يعد مجرد عمل فردي عشوائي. أو عشوائي، نعم. وأصبحت بتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بقوة، يعني وده أخطر، لأن طبعا يعني وسائل التواصل الاجتماعي بتجعل الشائعة سريعة الانتشار. نشر الشائعة عمل سهل، مجرد تشهير الشائعات. فالحقيقة يمكن من المهم أن يعتمد مواجهة الشائعات على أساليب علمية. أولا رصد الشائعة، رصد ما يتم من شائعات. ثاني حاجة الرجوع للجهات الرسمية المختصة، يعني لو مثلا تعليم بنرجع لوزارة التعليم، بترول نرجع لوزارة البترول. وفي نفس الوقت طبعا سرعة الرد ده مهم جدا حتى لا تنتشر بشكل كبير. والأهم من كل ده نشر الوعي الحقيقة، يعني نشر الوعي بين المواطنين أن هم عدم التسرع في نشر الشائع. لأن إذا كنا نتحدث عن بعض الجهات التي تتعمد نشر الشائعات بهدف التأثير على المواطنين، بهدف التأثير على الدولة، وإنما هناك أيضا من يقعون في هذه الشائعات دون تعمد من خلال عدم وجود الوعي اللازم للتعامل مع ذلك. نعم، تفضل يا استاذ. وده الدور المهم لينا كوسائل إعلام، يعني كإعلام محتاجين بشكل مستمر نوعي المواطنين، نوعي حسني النية اللي ممكن يقعوا ضحايا للجهات اللي تتعمد نشر الشائعات. وكلما زاد تقدم المجتمع، كلما زادت الإنجازات، كلما يعني زاد التطور اللي بيحصل في المجتمع، بالتأكيد طبعا ده هيؤدي إلى نشر المزيد من الشائعات، لأن هذه الجهات هي تحول عرقلة التقدم. فكلما زاد التطور اللي بيحصل في المجتمع، كلما زاد مثلا الاقتصاد، مثلا كلما زادت قوة الاقتصاد، كلما خرج الاقتصاد من أزماته، كلما هنلاقي شائعات أكثر لعرقلة التقدم. فمهم جدا ان احنا نوعي المواطنين بذلك، واعتقد ان الدور اساسي لينا كمسؤولين وكاجهزه اعلام. صحيح، يمكن التطور التكنولوجي اللي احنا بنعيشه في الفتره الاخيره ساهم بشكل كبير جدا في قدره الاطراف المغرضه انها يعني تخلق او تخلق شائعات بشكل ربما حرفي اكتر. كيفيه مواجهه هذا التقدم التكنولوجي وهذه النوعيه من الشائعات، خاصه ان الدوله تقريبا يعني بتتعامل مع نفس هذه الادوات المستحدثه والحديثه بشكل جيد جدا جدا، ولكن بالطبع زي ما لسه كنت بقول لحضرتك يوميا تقريبا في تطور جديد في قطاع التكنولوجيا. الحقيقه بالفعل احنا محتاجين زي ما الجهات اللي هي المعاديه او الجهات اللي بيهمها نشر الاحباط وعدم استقرار المجتمع بتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، يجب ان يكون لدينا ايضا يعني كمؤسسات وحتى كوسائل اعلام ان احنا نستخدم ايضا مواقع التواصل الاجتماعي في الرد على تلك الشائعات. والحقيقه مهم قوي سرعه الرد، يعني سرعه الرد، وفي نفس الوقت الحقيقه يعني ان نستخدم هذه التكنولوجيا بشكل يعني منظم للرد على تلك الشائعات، لان طبعا يعني التعامل مع التكنولوجيا اصبح امر مهم حاليا. وزي ما قلت اللي بيروجوا الشائعات بيعتمدوا بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. احنا اعتقد ان كل الوزارات دلوقتي عندها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، كل حتى اجهزه الاعلام عندها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فعلينا ان يعني نستخدمها، وليس بشكل عشوائي لكن بشكل منظم ايضا للرد على تلك الشائعات. نعم. الحكومه
بتقوم بدور مهم حاليا، فهي وسرعه الرد على الشائعات ودي يمكن يا استاذ كمال النقطه اللي كنت يعني هكلم حضرتك فيها. يعني انا اعلم جيدا ان حضرتك لديك باع كبير في مجلس الوزراء، وتابعت وعايشت الحكومات متتاليه، ولكن ما نلاحظه في الحكومه الحاليه تحديدا ان هناك نوع من الشفافيه والمصارحه وسرعه الرد على اي تساؤلات او شائعات. كيف ينعكس هذه المصارحه والمكاشفه التي تقوم بها الوزارات وأدائها يعني المعلن والمتميز في يعني حجب أو قطع الطريق على عدد كبير من الشائعات؟ الحقيقة دي نقطة في منتهى الأهمية فعلا. يعني منذ تشكيل الحكومة الجديدة كان أول تكليف من السيد الرئيس للحكومة هي التواصل مع المواطنين، أن يكون هناك يعني توضيح مستمر للحقائق بمكاشفة ومصارحة تامة مع المواطنين، لأن طبعا كما أعلن السيد الرئيس مرات عديدة ومرات كثيرة أنه ليس لدى أجهزة الدولة في مصر ما تخفيه، يعني ليس هناك ما تخفيه الدولة، الدولة صريحة. عشان كده الحقيقة رئيس الوزراء حريص بالفعل على عقد مؤتمر أسبوعي، يمكن زي ما حضرتك أشرت أنا يعني سنوات طويلة بتابع مجلس الوزراء، لم يكن هناك أبدا رئيس وزراء ووزير مختص بأي قطاع بيخرجوا في مؤتمر صحفي أسبوعي منتظم. وأنا يمكن يعني طبعا من خلال حضوري أستطيع أن أؤكد أنه لا توجد أي قيود على أي سؤال يطرح، لا يوجد أي يعني رئيس الوزراء دائما يقول اطرحوا ما لديكم من أسئلة، أنا جاي أرد على كل ما يعني يهم الرأي العام. رئيس الوزراء حتى كثيرا ما يبدا مؤتمرات صحفيه او ما يتحدث خلال مؤتمر عن اي شائعه، يعني رئيس الوزراء حتى في اي شائعات خلال اسبوع بيرد عليها. اخر مؤتمر صحفي كان يوم الاربعاء الماضي، كان في شائعات تخص قطاع السياحه، حرص على ان ياتي وزير السياحه ويرد على كل ذلك بشكل واضح وبشكل صريح. فالحقيقه يعني وهناك تكليفات للوزراء كلهم، رئيس الوزراء تكلف الوزراء ان كل وزير يعقد مؤتمرات صحفيه مستمره للرد على كل ما يثار وتوضيح كل الحقائق، لان الرد بالحقائق وتوضيح الحقائق هو اقوى سلاح لمحاربه الشائعات. ويعني الحقيقه الحكومه بتفعل ذلك وعلى كل المستويات. يبقى ان احنا يعني موضوع الوعي يمكن اتكلمت فيه وهتكلم فيه تاني، موضوع الوعي في منتهى الاهميه لمواجهه هذه الشائعات، خاصه طبعا بالنسبه للقاعده العريضه من المواطنين. يعني من ينشرون الشائعات هي اكيد مجموعات قليله ومنظمه، لكنها مجموعات قليله جدا، لكن بتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يعني مكثف. المهم بقى القاعده العريضه من المواطنين اللي هم قد يقعوا ضحيه ب يعني بدون تعمد يعني ويقوموا بنشر الشائعات. فده المهم ان احنا كلنا كوسائل اعلام ننشر الوعي ونسارع بالرد الفوري على اي شائعات. دي النقطه اللي انا باكد عليها دايما. نعم، يعني عايزين نعرف برضو كيف ساهمت البنيه التحتيه التكنولوجيه لمصر والتطور الكبير اللي حصل فيها في الفتره الاخيره في قدرتها على مساعده على مواجهه هذه الشائعات في الفتره الاخيره. الحقيقه يعني مصر في الفتره الاخيره حدث تطور كبير في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسواء في البنيه التحتيه من خلال شبكات الاتصالات، من خلال شبكات المحمول. منذ ايام كان في توقيع عقود الجيل الخامس للمحمول، هتبدا الشركات تقدم الجيل الخامس للمحمول. طبعا هذا التطور مهم جدا في تقدم المجتمع. زي ما قلت يتبقى علينا ان احنا يعني نوعي الناس ازاي يستخدموا هذا التطور فيما هو في صالحهم وصالح الدوله وصالح المجتمع. يعني السيد الرئيس دائما بيكلف الحكومه، بيتكلم دائما عن تدريب الشباب، عن ازاي الشباب يستخدم التكنولوجيا دي في زياده دخله، في فرص عمل، توفير فرص عمل تتلائم مع التقدم التطور الكبير اللي بيحصل. فاحنا محتاجين فعلا نوعي الناس، انت احنا عندنا تقدم كبير، عندنا تكنولوجيا اصبحت متاحه، كيف نستخدم التكنولوجيا فيما هو مفيد، فيما هو مفيد للفرد والاسره والمجتمع وللدوله. ازاي نستخدم التكنولوجيا في يعني تطوير انفسنا، تطوير مهاراتنا، ازاي
الشباب ممكن استخدم هذه التكنولوجيا في يعني تطوير مهاراته بما يلائم احتياجات سوق العمل. يعني في دلوقتي شباب بيعمل ممكن يكون داخل قريه مصريه ويعمل في شركه عالميه ويحصل على عائد كبير بالعملات الاجنبيه من خلال وجوده في مصر. ده اللي احنا محتاجين ناكد عليه ونركز عليه، كيف تستخدم هذا التطور الكبير في التكنولوجيا لخدمه نفسك وخدمه مجتمعك وخدمه دولتك وبناء اقتصاد قوي دون الوقوع في براثن من يتعمدون نشر الشائعات لتعطيل يعني الشباب وتعطيل الدوله عن مسارها. وزي ما قلت كلما حدث تطور في الدوله وكلما حدث تقدم هتزيد الشائعات. يعني اعتقد ان العام الماضي كان حوالي 7000 شائعه هدفت مصر. يعني صحيح. كتير جدا يعني هذا العدد عدد كبير من الشائعات. فاحنا يعني محتاجين نكون مؤهلين للرد الفوري، وطبعا بالتاكيد الحقائق هي اقوى سلاح لمواجهه الشائعات. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ كمال ريان استاذ الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.